قال رب لما عشرتني يا ما وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم আসলে সময় তো অনেক হয়ে গেছে, এই অনেকে উঠে যাইতেছে গা, জানা যায় লাভ কি, 31 নাই দে তো শেষ, শেষ না শেষ, জানা যায় লাভ কি, কম বলে নিচে শুয়ে লাভ আছে বেটা, 20 মিনিট বউ যুবক ফুলা পান بسم الله الرحمن الرحيم إنما فلا يخاف
عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة نسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله.